اليوم بنحكي كيف نفوت على مايكروسوفت اكسس مش نخلق تيبلز ونحكي عن داتا تايب. يعني الدرس الاول اليوم بيغطي كيف نخلق تيبل، نخلق داتابيز ونعبي داتا. مثل ما بتعرفوا انه الاكسس هو من اكثر واهم البروجرامات اللي بيخلقوا داتابيز، هو مكمل لفكرة الداتابيز. اول شيء نفوت على الاكسس، بيجي هون على سيرش، اكتب اكسس تظهر معي هون، او بكون في ايكون برا او بتاخدها من هون اذا موجودة برا. هون حيطلع عندي شيء اسمه بلانك داتابيز، بتلاحظوا كليك شغلتين بهموني. هون بنحط الاسم، ما تنسوا هون بكتب اسم داتابيز، وهون فيك تحط اللوكيشن تبعه اذا بتشوفه. هيدا اللوكيشن، يعني وين بدك تعمل له سيف. عم تلاحظوا هون بيطلب السيف قبل ما تبلش، بعكس البروجرامات التاني. فيك تحطه على الديسكتوب، فيك تحطه محل ما بدك. وهي سيف. الخطوة التانية نكوس كرييت. هون صار عنا داتابيز سميته لكتشر 1. اول ظهور له هون، تلاحظوا التيبل هون، بفضل انا الغيها هيدي. ليه؟ ما بحب يكون في شيء مسبقا انا بعمله. كيف؟ بيجي على الكرييت من هون، ومن هون انا بدي احاول اخلق تيبل. حيجي على التيبل ديزاين، اذا بتلاحظوا هاي التيبل ديزاين، هون حيظهر قدامي انواع الفيد اللي بدي اياهم او اسمائهم. حسمي اول شي كود، حيجي على داتا تايب، حاترك الكود شورت تكست، مع انه لاحظوا شو في انواع تاني. حخلي كود هون، حيجي حسميه كلاينت نيم، كمان حاتركها شورت تكست، ديت اوف بيرث يعني مواليد اي سنة. هون بتلاحظوا حطار غيرها، حسميها الديت تايم. الديت تايم معناتها انت المعلومة اللي بتتدخل بهذا الفيلد اللي اسمه ديت اوف بيرث هي من نوع الديت. بنتقل للفيلد الرابع، حسمي مثلا سالري، يعني قد ايه بيتقاضى مصاري. وهون حنقيها كارنسي، يعني مصاري، يعني رقم معاملي. حاكتفي بهاي المعلومات الأولية لخلق هيدا التيبل. حيجي على الكود، ما تنسوا، وأعمل شيء اسمه برايمري كي. عم نلاحظ لكن ظهر إشارة المفتاح، حد الفيلد اسمه كود. البرايمري كي هو ميزة تنعطى لفيلد بكل تيبل، بتعطي شغلتين. ممنوع هيدا الفيلد يكون فاضي، يعني لما تعبي داتا، وممنوع يتكرر. البرايمري كي هو ميزة تمنع يتكرر الفيلد. اوكي، هعمل سيف، هسميه كلاينت واحط اوكي. بعد ما سيفنا الفايل صار في عندي، اذا بتشوفوا هون لك كلاينت ظهر الاسم، اذا بعمل له دبل كليك بيظهر معي هيدا التيبل. صار في حط داتا، اول كود حسمي 1، كلاينت نيم، ديت اوف بيرث فيك تحط الشكل اللي بدك اياه. لاحظوا فيك تستعمل هيدي، اوكي، وفيك تكتب بايدك، حط حي اللاين، عنوان، سالري، قد ايه بيقبض معاش. هيدا اول ريكورد بسموه. بنتقل بعمل كليك بالريكورد التاني، بعبي رقم تاني واسم تاني. اوكي، فيك تحط انت التاريخ اللي بدك اياه تكتبه بايدك، وكمان بتحط السعر اللي بدك اياه. هذا اللي عم بعمله هو عم بدخل داتا تايب، وفي سكر من هون، رجع فوت مرة تاني، وحتلاحظوا انه صار في عنا تيبل تاني.
هون يعني اثنين ريكورد بنفس التابل. هلا اذا بدي اخلق تابل تاني برجع مرة تاني، برجع مرة هاي كرييت واحد، تابل ديزاين اثنين، هون بعبي الداتا حسمي اول فيلد اي دي، وهون بدي احاول استعرض انا وياكم انواع الداتا. الشورت تكست معناتها تعني الشورت تكست فيلدات مؤلفة من كلمات وأحرف. يعني إذا أنا الـ ID أو الفيلد نيم اللي أنا عم بخلقه بدي أدخل فيه أرقام وحروف، بنقي شورت تكست. بنتقل للونج تكست. اللونج تكست بتعتني إنه بدها تكون كميات أكبر أو أعداد أضخم من شورت تكست. يعني الشورت تكست ماكسيمو تبعها 255، اللونج تكست بالألوفات يعني 60 70 ألف حرف. يعني إذا بدك تكتب ميمو، بدك تكتب تقرير، يفضل تنقي لونج تكست. النمبر إذا نقيت نمبر بتعني أنت بدك تدخل بس أرقام. أوكي، بس أرقام. الديت تايم أكيد تواريخ، يعني أنت هدفك تدخل تواريخ لهذا الفيلد. كارنسي معناتها رقم مع عملة، بيطلع الشات العملة فيه، بيتميز عن الأرقام العادية بيكون فيه عملة فيه. أوتو نمبر بيرقم أوتوماتيكلي، يعني هو عنده قدرة ليعطي الرقم بشكل تلقائي. يعني إذا أول ريكورد كان واحد، أوتوماتيكلي ريكورد تاني يكون اثنين وهكذا، وأنت ما بتفكر أبدا تقدر تحط أرقام، هو لحاله برقمها. يس أور نو بيعطيك فيلد بتحط فيه يا يس او نو، يعني مثل مربع بتشيك فيه بتحط فيه او كليك او لا. اذا حطيت اشاره فيه معناتها اوتوماتيكلي معناتها هذا بوزيتيف، معناتها انت شو عملت، يعني مثلا تعطي شخص مرض يس اور نو، دفع الفاتوره يس اور نو. او الي اوبجكت يعتبر شغله اكبر بكثير من الفيلدات العاديه، مثل شيت بالاكسل، مثل فيديو، مثل قطعه موسيقيه، بحطوها ساعتها بداتا تايب اسمها OLE Object. الهايبر لينك تستعمل لربط الفايلات بموقع الويب، اتاتشمنت للفايلات ولا صور، كالكوليتد اذا اضطريت تعمل انت عملية حسابية اوبريشن لفيلدات بتنقيها شو كالكوليتد. اكيد كل عم بحكي عنه حنستعرضه، بس نحن عم نرقنا اول مجموعة. هاجي لهون هلا حسمي ايتم وبعني بالايتم نوع البضاعة، هخليها شورت تكست. هون حط يونت، يونت برايس سال قطعة، خليها كارنسي، كوانتيتي عددا، توتل. هالمرة حنقيها calculated. لاحظتوا هون حيفتح يقول لي هاي calculated نتيجة عن شو، عملية حسابية او شو الاوبريشن. احط له equal بتساوي quantity ضرب اللي هي نجمة unit price، وبحط اوكي. وهون صار في عندك عملية حسابية إلكترونية هون، يعني اوتوماتي بكفي لك الرقم. هو حيجي على الاي دي هون، ما تنسوا البرايمري كي. وهون خلقت تيبل تاني، هعطيه اسم هي سيف، حسميه انفويس، حط اوكي، هتسكرها بالاكس، هدخل داتا بالانفويس. هلاحظ اول عمل مثلا رقمه 12، الايتم هو بوكس، قد ايه جبت منه 12 او 20 حبة، حق القطعة 30 او سعرها 20 دولار، وجبت 30 صندوقة حطيتها. بلاحظوا اعطاني 600 متى لحاله اعطاني اياها. هنتقل لفيل تاني رقمه 50، هون جبت كمبيوتر، حق الكمبيوتر اشتريته ب 500 دولار،
لاحظوا ايش هالدورة تجي لحالها. جبت 4 كمبيوترات تاب او انتر، دغري اعطاني 2000 دولار. اللي عم بعمله انا هلق هو عم بخلق داتابيز، جوات هذا الداتابيز في عنا تيبلز، يعني صار عندي 2 تيبلز لوضع الداتا، وملحقا اكيد هاي الداتابيز يستعمل للعمليات الحسابيه للتفاصيل لتخزين الداتا. لكن انا اللي عم بعمله هلق هو عم خلق داتابيز، خلقت جداول وعم بحط داتا جوات هيدي جداول. لانتقل بعد لفكره ثانيه هي كيف اعمل فور لهالتيبلز. لاعمل فور كرييت، هفوت هون فورم ويزرد، لاحظتوا هنقي لمين بدي اعمل فورم. هعمل فورم لتيبل كلاينت اللي هو موجود معي هون، هاخد كل الفيلدات بهالاشاره اد، حط نيكس فينيش، حيطلع قدامي فورم. بتلاحظوا اعطاني المعلومات اللي دخلتها انا، وهون كتب لي انه عندك 2 ريكورد بالتيبل كلاينت. بيجي بالكبسة الصفراء ببوسة بيعطيني ريكورد جديد، بعطيه رقم. بتلاحظوا هاي بسموه ريكورد، يعني المعلومات اللي بدخلها هون هي صارت ريكورد بالتيبل. اعطي اسم date of birth، salary، وبحط next او سام هيدا او نيكس. وبهالطريقة بتكون دخلت ريكورد عن طريق الفورم. سكرت هاي، حتشيك انا وياكم، حفوت على الكلاينت، بلاحظ انه صار في 3 ريكورد لانه الفورم ساعدني بتنزيل داتا جوات هيدا التابل. لكن باختصار التابل فيك تدخله داتا او من هون مثل اكسل، او بتفوت على الفورم وبتعبي داتا. اليوم الدرس اللي عملناه هو خلقنا داتابيز، خلقنا 2 تيبل، عملنا سيستم تبعه ستراكتشر تبعه للتيبل، عملنا فور ودخلنا داتا. كله هيدا جوه الداتابيز اللي اسمه لكتشر. اوكي ثانك يو.